اللي واش ضروري خصنا نجيبو الفنان ونبقاو نعيرو فيه، وانت ما صالح الوالو باش نديرو كاميرا كاشي وضحكوا الناس. ان الفنانه سكينه درابي اللي كنوجه لها واحد التحيه كبير، والله ما كنتش كنتفرج في الاعمال الرمضانيه. طولتني قالت لي واش كتعرفيها، قلت ليها لا. هلو، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ بخير ان شاء الله تكونوا مزيانين. جاوني بزاف ديال الاسئله على البوست اللي درت البارح. هاد البوست هذا نزيد نوضح الفكره سي جوست ان كيسيون، ما تعرف يعني واش ضروري خصنا نجيبو الفنان ونبقاو نعيرو فيه، وانت ما صالح الوالو، وانت داير التجميل، وانت ما في يديكش، وانت بدون موهبه، وملي كنشوفوك كنقلبو لاشين. يعني ضروري هاد الاهانات كاملين باش حنا نضحكو؟ ضروري باش نديرو كاميرا كاشي وضحكوا الناس؟ اهانه الفنان يعني كل عام فوالا ميم شوز، واي علاش زعما؟ يعني شنو؟ تسكروا تسكروا شي شويه تسكروا. اللي توصلت بها وصفتوها ليا دي فان، فهذا حوار ما بين الفنانه سكينه درابي اللي كنوجه لها واحد التحيه كبيره، وما بين رشيد العلالي فرشيد شم، توصل لي تحيه كبيره. انا ديك الساعه باش كنت درت الانترفيو سكينه، بالنسبه للناس كاع كلهم اللي سولوني، والله ما كنتش كنتفرج في الاعمال الرمضانيه، وما كنتش عارفه العمل ديال الخاوه، والله ما تفرجت فيه، يعني انا كنحلف كاع. وما كانش يعني ديك الساعه كانت وجه جديد سكينه، ما صورتني قالت لي واش كتعرفيها، قلت ليها لا، يعني لا ترقيصا ولا احتقارا ولا حتى شي حاجه نهائيا، كنت منعزله على يعني الاعمال الرمضانيه لغرض في نفسي فقط، بدون لا زايده ولا ناقصه، جوبت تلقائيه وصافي. فوالا، دونك هذا هو السبب. وثانيا وحاجة جد مهمة، هو أنني أنا ممثلة وإعلامية في نفس الوقت، وبنت الراديو وبنت التلفزيون، يعني ما يمكنش ندوس في برنامج وننقص من الفنانين. أنا دائما ضد هذه القضية هذه، وفي برنامج فولورز اللي كنت كندوزو يعني دازوا معايا بزاف ديال الفنانين وديال المشاهير، وكنت دائما كنهز بهم وكندير بحسابهم وكنوقرهم وكنعطيهم المساحة ديالهم، وكنحاول أن كل حلقة ندير فيها تكريب ليهم. فانا ما يمكنش يعني نقص من فنانه، بالعكس سكينه انا ما بيني وبينك غير كل خير، وكنحبك كممثله، وكنحب الاعمال ديالك، وكنحب الشخصيات اللي كلهم كديري، فبالعكس كل التوفيق ليك، وان شاء الله مسيره موفقه، ويعني والله هذه من قلبي، وانا دائما انا هكذا دايره اصلا. تحياتي. مجله ليلى العروسه، اخبار حصريه بجوده عاليه. لا تنسوا الاشتراك في القناة للمزيد من الأخبار.